احساس كبير يعني، الاقي البيت النادي الاهلي يعني عيلته بتساندني، وكمان عيلته كمان مصرفاني وانا داخل. بصراحة يعني الكابتن محمود الخطيب استقبلني استقبال حافل، استقبال حافل يعني، استقبال حافل يعني حضرتك. صح، احساس الابن والقائد والاب احساس كبير برضو، اللي اكن سيادة الرئيس اكنه ابويا، اكنه يعني اب كبير على الشعب المصري وعلى سوق القدرات الخاصة، لتعم كبير تعم لسوق القدرات الخاصة وتعم للرياضة المصرية والرياضة العربية. انا اوعد الاهلاويه ان شاء الله يعني ان انا هبدا بقى مشوار البطولات، مشوار البطولات لغايه ما اوصل بقى للاولمبياد كمان. بحب بقى الكابتن حسين السحات، الكابتن عبسه، الكابتن محمد شريف، صوت السوبر دي المفروض بقى يسدوا حيلهم اولا، وثانيا برضه كمان لازم يدرسوا نقط الضعف ونقط القوه عند الخصم. طبعا استجابه كابتن محمود الخطيب يعني حاجه مبهره طبعا، واحنا ما كناش متوقعين الاستقبال دوت، وربنا يكرمه ويوفقه ويبقى يعني عون للولاد دول. احمد هو بيحب رياضه السباحه وكان متفوق فيها، بس هو موضوع كورونا وكده والظروف دي فيعني جسمه وزنه زاد شويه فطبعا قعد، لكن هو راعي للسباحه رياضه السباحه، وفي نفس الوقت بيحب بقى الالعاب الثانيه خصوصا كره القدم. ان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا باذن الله، واحمد ان شاء الله يعني هيبيض وشهم، لانه هو عنده اصرار وعزيمه ان هو يبقى حاجه. والله هي كانت استجابه فوريه، احنا اول ما خلصنا الحفله لقيت تليفون وقالوا لي احنا تبع النادي الاهلي واحمد خلاص عضو معانا، وان شاء الله كابتن الخطيب مستنيه بكره الساعه 1. اي حسيت ان هو بيت الكرم يعني، بيت الكرم. ده احمد طارق، عجباني جدا الحاله يعني كلها على بعضها، من اول كلامه مع سياده الريس وصورا للقطات اللي شفنا فيه استقبال كابتن خطيب ليه، كلام الولد، الروح، الاصرار، العزيمه، فكره انه تواجه تحدي ما يكسركش وتبقى عندك رغبه اكيده وثقه بنفسك انك قادر على انك توصل لهدفك. ما قابلتوش وما كلمتش معاه وما شفتوش، لكن بصراحه حبيته، والوالده الحقيقه ربنا يحفظه لك ويفرح قلبك بيه ويكرمك فيه ان شاء الله باذن الله. دي لقطه احمد طارق طبعا نجمنا النهارده في السادسه، واحد من احب نجوم النادي الاهلي على قلبي انا شخصيا، نجم كبير جدا كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير كابتن شريف. مساء الخير يا احمد، نور الدنيا. ميرسي جدا، وميرسي ان انا من خلالك شفت اللقطه الجميله دي. فكرة اهتمام سيادة الرئيس نفسه بكل شيء في مصر الحقيقة، مش المهمات الخاصة بس، أو الاهتمام بكل شيء، التلبية الفورية من المواطن والرئيس وصاحب إنجازات كتير مع النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، الحقيقة هو أصلا النادي الأهلي عنده زي ما أنت عارف. أيوة طبعا، اهتمام بال حقيقي. أصلا باهتمام بال بذوي القدرات الخاصة. فإحنا يعني سعداء بوجود طارق في وسطينا، وسعداء بيه كحاله، خدت بالك بتدي روح لجميع الولد اولاد روح يعني. هو دي اللي انا عايز اكلمك. والرياضه بتهالي يا كابتن شريف هي جزء منها يعني، نافذه الباب اللي بيعدي منه يعني اي حد عنده الاصرار ده، عنده الرغبه، عايز يعمل حاجه بصرف النظر عن ظروفه او التحديات او المشكلات اللي بتقابله، بتدينا احنا كمان يعني. هي دي طريق اثر فينا كلنا كمان. صحيح. يعني قد ايه هو جميل وهو بيتكلم بالروح دي، قد ايه هو جميل وهو بيحب النادي الاهلي وحافظ اللعيبه ومهتم انه يكون جوه اسره الاهلي. فاحنا بنقول له احنا الكسبانين يعني، احنا كسبانينك، وان شاء الله انت بتدي حاجه ايجابيه لناس كتير قوي. طبعا لاخواتك واصحابك وكل اللي انت عايش معاهم، فاحنا مستفيدين تماما، وبنشكر سياده الرئيس طبعا على طبعًا. حاجه جميله جدا يعني. وهو راح لمصنع الابطال يعني، الاهلي دايما يعني حقيقه بيقدم لمصر بابطال وبطلات في كل اللعبات. طيب بمناسبه كلامنا عن مصر، خليني افتح الكلام مع حضرتك على مباراه بكره كل المصريين مستنيينها، ويمكن المنتخب من فتره طويله ما اديناش حاله زي حاله ماتش السودان ترفع كده من املنا واحلامنا في مباراه الجزائر بكره. تحدي صعب ومواجهه يمكن تخفف من حدتها شويه فكره ان الفرقتين تأهلوا، لكن تبقى حضرتك عارف طبعا انه مباراه مصر والجزائر في اي بطوله وتحت اي مسمى مباراه من نوع خاص جدا، والخاص فيها جدا انك انت تبقى اول مجموعه برضه. طبعا عندك ارتياحيه انك توصل مع فريق تتفادى المغرب. يعني لا مش يعني
الجزائر والمغرب اعتقد واجهين العمله واحده يعني، واللي عايز ياخد بطوله بدل ما يبقوا مواجهتين صعبين ورا بعض يعني الى حد ما ممكن برضو الاهلي كان لازم يقابل سان داونز ويقابل ترجي ويقابل الوداد ويقابل الزمالك وياخد البتاع، والحمد لله الحمد لله منتخب 7 لعيبه من النادي الاهلي لعيبه متمرسه، لعيبه ذو خبرات، لعيبه ازاي يتعاملوا بالتيمبو والايقاع في خلال المباريات الكبيره. الجميل في المباريات الكبيره انك انت بيبقى عندك حريه تلعب يعني، انما ان انت بتبقى ضاغط على ناس بتلعبك 8 ورا او بيلعبوا 5 4 1 دي بتبقى مقفل عليك المساحات كلها، وبتبقى حاجه مزعجه للمديرين الفنيين مش للعيبه بس، او اللعيب جوه بيحاول يستغل الامكانيات بتاعته الفرديه والجماعيه على اساس انه يخترق هذه الحاجات وانه يترجم الاهداف دي، انما بتلعب مع فريق يقدر يلعب معاك جيم مفتوح بتدي لك المساحات اللي انت تقدر توازي فيها السرعات والفرديات بتاعتك. انا من يعني من شكل ما انا بتفرج على فرقه الجزائر والناس كلها يعني مهوله قصه ان الجزائر فرقه جامده جدا وشيء على عيني وراسي، فرقه لعيبه بيعرفوا يمسكوا كوره ويلعبوا كوره وينقلوا من نص ملعب لغايه العمق الهجومي والدفاعي ويبقى ليهم تواجد، انما مش مع مصر مش مع المغرب مش مع الفرق الكبيره اللي هي موجوده في القاره الشماليه او في قاره افريقيا يعني، يقدروا نقدر زي ما احنا عدينا لبنان مثلا عدينا السودان في نفس الشكل وهم نفس الايقاع معانا، انما انا شايف ان حاله الضغط عليهم بيفقدوا الكره بسرعه، انا شفت ده في لبنان لما بياخدوا الكره لبنان ارهقتهم وبياخدوا الكره بيعمل اي شكل فردي عليهم بيحسوا بخوف وبيحسوا، ودايما احنا لما بنهجم على اي حد وبنضغط على اي حد بتبقى لنا التركيز والاستحواذ في كل شيء، فهو ده اللي انا بأمله لمنتخب مصر انه يفهم الكوره بتاعت فرقه الجزائر شكلها ايه، فرقه الجزائر من نوع لو سبت له مساحات هينطلقوا انما انت لو انت اللي خدت زمام الامور اعتقد ان الكفه هتبقى 70 30 كمان يعني. طيب كابتن شريف عبد المنعم من الناس المتحمسه جدا ومتفائله جدا بقياده كارلوس كيروش للمنتخب الوطني، وسؤالي اللي جاي ليه هيكون هيفاجئنا كيروش بكره بطريقه لعب جديده او بتوظيف جديد للاعبين او بتشكيل جديد يختلف عن التشكيل اللي واجه بيه لبنان او اللي واجه بيه السودان، بس خلينا نسمع رايه واجابه كابتن شريف عبد المنعم في السادسه بعد فصل سريع ونرجع لحضراتكم. الراجل دايما بيفاجئنا يعني محدش يختلف انه بيفاجئنا في الاختيارات، بيفاجئنا في توظيف اللاعبين، بيفاجئنا انه كل مباراه ممكن يطلع بتشكيل محدش تقريبا حتى من الناس المتابعه المنتخب الخبراء والمحللين ممكن يتوقعوه. هل من الوارد انه يفاجئنا بكره وشكل المباراه كابتن شريف في كاس العرب بين مصر والجزائر، هل تتوقع انه الفرقتين يلعبوا جيم مفتوح جيم هجومي ولا الاثنين الى حد كبير هيكونوا متحفظين في مواجهه بعض؟ لا خلاص الدنيا كلها والسوشيال ميديا والمباريات اللي احنا اتفرجنا عليهم لكل فريق يعني صرحت بالمقابله هتبقى قويه يعني فيها ريبيتيشن يعني فيها سمعات وفيها حاجات قديمه وفي حاجات جديده، وخاصه ان مصر كانت متفوقه على الجزائر في اخر المقابلات في 4-0 نتيجه عرض قوي جدا نتيجه ثقيله يعني، واذا كان هنا المحترفين مش موجودين برضو هنا المحترفين مش موجودين. فاعتقد ان ارض الملعب هي اللي هتاخد المجهود الاوفر للتركيز بس من انت شايف ان كفه مصر اتقل اقوى بكتير بكتير شويه يعني. انا دايما بثق في اللعيب المصري بفردياته وامكانياته وعنده الهيبه بتاعته كبيره عنده بس مسؤوليته بينه وبين نفسه، بس عرضنا في الاخر برضو حيرتنا شويه. بقول لك ايه يعني انت ما لعبتش ماتش صعب يا كابتن شريف؟ لا لا انا اخر ماتش طب انا اقول لك حاجه ماتش صعب لعبه منتخب مصر امتى تفتكره؟ واخر معسكر عمله منتخب مصر طب هو احنا مسؤولين عن ان ما انت بتلعب لا لا انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش دي مأثره عليك انت حتى في الانديه انت الراجل حتى لما جه انت جايبه لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب وهو راجل ما يعرفش مين الفرقه دي ومجهود شكله عامل ازاي فجه اعتمد على نظرته الشخصيه للاعبين اللي هو بيتفرج عليهم، لدرجه انه اول مره ما خدش محمد شريف وقفش وتوهم ان عبد الله السعيد ده هيبقى هو السوبر مان بتاع نص الملعب وناقل الحركه، ورجع تاني في تدارك الامور وحس ان لما اتفرج عليهم في الدوري واتفرج عليهم قد ايه قفشه ده ناقل الحركه وقد ايه وجوده في نص الملعب وفي خط ال 18 انه مؤثر جدا، قد ايه محمد شريف ان انا مؤثر جدا في التحركات داخل منطقه الجزاء. ساعات انت بتبقى عندك لعيبه معينه بتتوسم فيها انك انت تقول ايه مروان حمدي ده هيبقى الفيرود ويفضل مروان قدامك تحس ان هو زيه زي كوكا زي ناس معينه خدت بالك في الاداء ما
محتاجين وجود صلاح ووجود تريزيجيه ووجود ناس معينه عشان يبقى لهم الحضور الطاغي يعني. فلا نرجع لمحمد شريف تاني وينزل الماتش اللي جاي يجيب هدف، وهدف المفروض يعني في وقت اندمج فيه بسرعه وترجم التحرك بسرعه بين قفشه وبينه يعني، ده دويتو. ممكن يجي تيجي تلاقي ما تلاقيش قفشه المباراه الجايه، تلاقيه بيدور في بقيه سؤالك يعني على الشكل التأميني لنص ملعبك يعني. ممكن يلعب 4 3 في نص ملعب كويس قوي ويحط الثلاثه طرفين وسنتر فيرود. طيب انت نجم كبير وعندك مشوار عظيم جدا واكيد نظرتك مهمه جدا. انا افهم كويس جدا انه مدرب النادي يعني فرقه زي الاهلي مع مستر موسيماني او اي نادي، انه الوقت والمساحه والموسم الطويل اللي عنده يسمح له، وفي بعض الاوقات الظروف نتيجه انه في النهايه مطالب منه يقدم موسم كامل ب 30 لعيب، انه يعيد توظيف لعيبه في غير مراكزها. يعني موسيماني عمل ده السنه اللي فاتت كتير. موسيماني يعمل بس لكن منتخب مصر يعمل ليه؟ يعني ما انت عندك 18 نادي وعندك لعيبه محترفه، ما تختار اللعيبه وتتفرج عليها وهي بتلعب في مراكزها بدل ما تيجي تجتهد وتتعور وتتعطل وتتلخبط. احنا شفنا توظيف لمثلا محمد شريف، احمد ياسر ريان، عمر كمال عبد الواحد، مين تاني، ايمن اشرف، يعني لعيبه كتيره جدا في اوقات كتير بتلعب في غير مراكزها. انت مع الفكره دي يعني ندي الراجل راحته؟ انا مع الفكره دي، مع الفكره دي ان الراجل ما عندوش مساحه كبيره قوي غير البطوله دي. ما عندوش مساحه كبيره قوي غير بطوله افريقيا اللي جايه، فالراجل عايز يبني. انت المفروض يكون عندك مدرب اجنبي اصلا موجود لبناء قاعده ناشئين لست سنين قدام. دي مش شغلته هو. اللي بيجي على المنتخب الاول ده المفروض يجي على فرقه جاهزه، فرقه محترفين جاهزه بكل الاسماء اللي عنده ومعطيات كتيره جدا من اللاعبين نفسهم ومن المختارين. لما هو يجي يبص على نافذه الدوري ويلاقي لعيبه تستطيع ان تنافس اللعيبه اللي هي جايه من بره، اللي هي بتبقى ساعات جاي لعيب متعور او جاي منهك زي تريزيجيه، ما هو في اصابه مثلا. مرموش لما جه اتعور وهو ما بيلعبش النهارده، فتكتشف احمد رفعت الماتش اللي فات. فانت محتاج كل ده يا احمد، ولا ما اعرفش يعني الناس ليه الناس عايزه تعمل حكر على بعض اللاعبين ولما بيلعبوا يقولوا لا دول مش كويسين، يعني ما حدش قادر يوافق، حدش قادر يوافق على مروان حمدي في المكان ده صح؟ كلنا قاعدين نتكلم يعني مش مديني المعطيات القويه جدا. ما هو اللعيب لازم يرد برضه بالاداء. يعني احنا لما بننتقد المنتخب احنا مش بننتقد لاسماء لعيبه، احنا بننتقد المنتخب عشان عايزين المنتخب يبقى احسن. والمدرب لازم يدي البدائل، والمدرب لازم يبحث معاك لانه مشاهد زيه. طب ما حضرتك ما تتفقش ان كان في اسماء تستحق انها تكون موجوده مع المنتخب في بطولة كأس العرب وما راحتش او راجل ما اخترهاش؟ مع كيروش ما فيش لعيب بيثبت نفسه ما بياخدوش. ما فيش لعيب بيبقى موجود على الساحة كويس ما بيتاخدش، كله اتاخد. انت بكره حسام حسن ده لو لقيته مواصل وبيشترك مع النادي الاهلي هيتاخد. بس مطلوب من حسام حسن ايه؟ يكسر الدنيا لما ينزل، يدي اهتمام للراجل اللي بيتفرج عليه صاحب الحكايه. ما فيش حد بيختار معاه، واضح جدا ان هو يملك الشخصيه الوحيده اللي هو بيقرر ده يجي وده، لان ما افتكرش في مدرب مصري يقدر يعمل التغييرات اللي احنا بنتفرج عليها. دي متفق معاك وما اقدرش اختلف فيها تماما. سؤال اخير عشان اقفل صفحه المنتخب واروح للاهلي، ايه الحاجات اللي حسيت انت شخصيا انه نقدر نقول انها بصمات وضحت حتى لو كانت الفتره قصيره، بس انا متهيألي الراجل خد فتره كافيه اتفرج على ماتشات الدوري، لعب مع المنتخب عدد ماتشات مش قليل، شارك في بطوله مجمعه زي بطوله كاس العرب، فايه في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه ايه البصمات اللي شفتها واضحه على اداء المنتخب المصري منذ تولى كارلوس كيروش المسؤوليه؟ مفيش لعيب قاعد على مكانه حاسس ان هو الاوحد في مكانه، عامل حاله تنافسيه فظيعه، عامل حاله روح كمان في الاداء، والسرعه ما كانتش موجوده بقالي فتره. احنا دايما كنا ننقل الكره محمود ببطء عشان نطلع بالهجمه، احنا ما يخشش فينا بس نصطاد، انت فهمتني ازاي؟ لا طريقه الصياد اللي هو الكونتر اتاك. دلوقتي الراجل ده بقى عنده خطوط بتطلع بتكمل بتروح، عنده انياب في كل خط، عنده كل واحد عايز يثبت. مصطفى فتحي النهارده نازل بياكل ويعدي من ناحيه الشمال وبشمال وبيجرب، ما كانش في الحاجات دي موجوده. كان شغل محمد صلاح في الحته دي، النهارده بقى بيجرب واحد واثنين وثلاثه في المكان ده، الناحيه الثانيه الشمال.
بقى عندك مرموش وعندك محمد شريف واحمد رفعت جه وتريزيجيه و... بقى في اربع خمس لعيبه في كل مكان. رمضان كمان لو فاق يعني وجد لك مروان حمدي وفي كذا حد تاني ممكن يبقى موجود في المنطقه دي لكل فراوده مصر. يعني هو عمل حاله تنافسيه لمصلحه المنتخب. افضل راس حربه في مصر مين دلوقتي كابتن شريف؟ كلهم يعني لو فورمه، لو كلهم فورمه وهتختار واحد منهم يلعب المواجهه الفاصله في تصفيات كاس العالم كمنتخب؟ كمنتخب اعتقد محمد شريف. يعني محمد شريف محمد وافضل شريف. جناحين يمين وشمال. هطلع الجناح اليمين عشان ابو صلاح. ماشي طلع صلاح من من يعني القصه. مصطفى فتحي كويس جدا فتحي. ومعاه زيزو المفروض الناحيه الشمال بنفس الترتيب. يعني لو مش صلاح يبقى مصطفى ولو مش مصطفى يبقى زيزو. في لعيب بيتمتع بامكانيات احمد اكتر من المكان نفسه كجوكر. يعني زيزو يقدر لعيبه باك رايت وزي احمد كمال عمر عبد الواحد بيجي يلعب هاف ويلعب وينج ويلعب باك. فالراجل حط حاجه جميله جدا. يعني ما عنديش مشكله ان النهارده اكرم توفيق مش موجود ولا محمد هاني ولا كل الناس اللي بتلعب في ناحيه اليمين دي. أيوه. انها في نفس الوقت ممكن بكره تلاقيهم موجودين وبيأدوا وبياخدوا من بعض وبيشوفوا الراجل بيشوف ايه الشورت هنا اللي حصل. وفي الايجابيات هنا شكلها عامل ازاي. هو بيلعب على الايجابيات بس. التشكيل اللي انت تتمنى تشوفه في ماتش الجزائر بكره يعني تتمنى الراجل يبتدي مين بكره؟ عنده قائمه كامله. حمدي رجع جاهز. هو حمدي وسلية في نص ملعب ده مفيش نقاش. ويلعب بنفس الشكل اكرم ولا عمر كمال في اليمين؟ ما اعتقد انه هيبتدي باكرم. يعني هيبتدي باكرم. ايمن ولا فتوح في الشمال؟ فتوح عنده شخصيه ومن احسن اللعيبه اللي هي عندها مستوى ثابت. تمام. في الفتره دفاعيا ايمن اقوى في ماتش الجزائر. اعتقد انك برضو محتاج تقفل ورا شويه فايمن ممكن. يعني خلاص انت اخترت فتوح. انا موافق في الدويتو خلاص هو محافظ عليه بتاع حجازي والونش ووراهم الشناوي. طبعا الونش جاب جول كمان الماتش محدش يعرف يشيله. مين قدام؟ هي قدام اللي ممكن تبقى مصطفى فتحي واحمد رفعت ومحمد شريف واحمد رفعت ووراهم قفشه. ما اعرفش. انا سامع ان هو يعني هيدور على حد يريح قفشه ولا ايه. انا مش عارف يعني. انما المفروض قفشه طبعا. المفروض قفشه. طيب خلينا نروح لفاصل اخير نرجع نتكلم على ملف الاهلي وماتشاته اللي جايه وخصوصا طبعا عندنا. خليني اقول لكم كمان اخر التطورات فيما يتعلق بالتعارض اللي حصل بين بطوله افريقيا وبطوله كاس العالم. يبدو انه الامر بيتحرك في حلحاله كده ومن الوارد جدا نسمع اخبار كويسه. في تواصل بين المسؤولين في الاهلي وبين الكاف وبين الفيفا ويبدو ان في الامور امور هنتكلم فيها. هنتكلم طبعا على مواجهه رجاء كازابلانكا في سوبر افريقيا المنتظر انها تكون يوم 22 وازاي الاهلي يستعد للمباراه المهمه دي مع كابتن شريف عبد المنعم. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع واخير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. سريعا اقول لحضراتكم اخر التطورات فيما يتعلق بالتعارض بين بطوله افريقيا مواعيد بطوله افريقيا وما بين كاس عالم للانديه. انا كنت قلت لحضراتكم انه كان في تاجيل تاني لحفل افتتاح او الافتتاح كاس الملعب الاولمبي اللي هيستضيف كاس افريقيا مباراه الافتتاح وحفل افتتاح البطوله. وبناء عليها اتبنت سيناريوهات ان البطوله ممكن تتاجل واحتمال مع تاجيلها انها يتم الغائها. خليني اقول لكم من ناحيه الكاميرون بتقول لك احنا جاهزين والافتتاح هيتم في ميعاده. لكن الجديد في الموضوع النهارده انه في كلام انه الاتحاد الافريقي يبدر وبينسق حاليا مع الاتحادات الافريقيه انه يتم التبكير او التعجيل ببدايه البطوله بدل ما تبتدي يوم 9 تبتدي يوم 6 او يوم 4 يناير وبالتالي تخلص قبل ما المشاركه بتاعت الاهلي في كاس عالم الانديه تحصل فبالتالي يتيح لممثل قاره افريقيا المشاركه. حضرتك عارف انه الاهلي هيلعب اول ماتشاته يوم 5. لو في الحاله دي استمرت بطوله افريقيا على نفس المواعيد هيبقى في تعارض كبير جدا لانه مطالب انه الجهاز الفني واللاعبين في نادي الاهلي يدخلوا الفقاعه الطبيه في ابو ظبي يوم 1 فبراير وبالتالي يبقى في استحاله مش بس على لعيبه مصر ده انت عندك كمان معلول موجود في هيكون مشارك مع تونس ديانج هيكون مع مالي وبدر بنون ممكن جدا يبقى مع المغرب. فطبعا فرصه النادي الاهلي نسفت مبدا التكافؤ الفرص في البطوله دي. يعني انا بتمنى طبعا وصول مصر لنهائي كاس افريقيا. مش هتمنى له ان هو
يتعطل طبعًا. عشان ان هو ممكن لعيبه ليه تضحي يا فندم؟ يعني اسمح لي، هو احنا ليه على المصريين ان هم اما ان هم يضحوا بمشاركه في كاس عالم انديه او يضحوا بحلم وصول لنهائي ما اعتقدش الكاف والفيفا هيوافقوا على هذا التعارض، يعني اعتقد هيشوفوا لها مخرج يعني بتاجيل ده او تقديم ده. طيب يعني لازم يبقى في مخرج. الفيفا قال لك رسمي كده وش، يعني زي ما بيقولوا احنا مش هنغير مواعيد كاس عالم انديه. قادرين تغيروا بطوله افريقيا غيروها، لكن كاس عالم انديه هيتلعب في مواعيده اللي احنا يعني عشان اجنده تشيلسي كمان، وعندك لعيبه ملاش فرق ملاش دعوه بافريقيا ولا ليها دعوه. هم غضبانين على بطوله افريقيا اساسا، يعني هم بطوله امم افريقيا دي عامله لهم صداع، والانديه بتشتكي مش عايز تبعت لعيبتها، وانت عارف وضع الكورونا وقصص كتيره جدا، وعندهم منافسات وبطولات ومليارات رايحه وجايه، فبالنسبه لهم يعني في الشكل التسويقي بكاس امم افريقيا في الشكل التسويقي الفيفا مالهاش دعوه بالظبط كده. ما توقعناش دماغنا كاس امم افريقيا ايه وبتاع، احنا مش فاضيين لكم يعني ده المنطق الحقيقي. مع ان يا ابو حميد الفيفا عايزه كوره كل يوم، يعني هي ده المبدا بتاعها. الراجل كان موجود هنا فندم قريب، انفانتينو كان موجود في مصر، وعايز كاس العالم اتنين يعني وعايز كاس عام كل سنتين. في تعارض بسيط هنا ان شاء الله يقدروا يحلوه يعني. طيب خليني اروح للاقرب، يعني احنا بنتكلم كمان 16 يوم عندنا مواجهه تم الاعلان عنها خلاص من قبل الاتحاد الافريقي، الاهلي والرجاء البيضاوي في سوبر افريقيا. حضرتك عارف طبعا انه النهارده الفرقه رجعت تتمرن بعد اجازه يمكن استمرت 10 ايام. يعني شايف البطوله ازاي؟ شايف فرص الاهلي فيها ايه؟ طريقه الاستعداد الامثل وخصوصا مع غياب اللاعبين الدوليين اللي هيكونوا موجودين مع منتخباتهم في كاس العرب لغايه مش عارف امتى، يعني مش قادر اقول لك لغايه امتى بصراحه. بص يا ابو حميد، شوف دايما البطل تحت ضغوط، ها اذا كان براحه او من غير راحه او دايما بيبحث عن بطولات، دايما انت بتصطدم في كل عوده او في كل مباراه انت مطلوبه منك اذا كنت تحافظ على البطوله المحليه وتبقى انت الاول دايما في الفول مارك بتاعتك، فانت عايز فول مارك في كل حاجه. تمام. البطوله اللي جايه دي بطوله افريقيه بتتحسب خلاص قدام الناس كلها، بقت شايفه ان البطل الاهلي هو صاحب المكانه دي، فدي حاجه عالميه حقيقه وبتضاف لتاريخك وبتضاف لكل حاجه. فاعتقد ان الاهلي خلاص بقى عنده من الخبرات ان هو يواجه مثل هذه الامور. سفرك بقى في قطر وفي لعيبه لسه اوريدي موجوده في قطر كويس وبتشترك، وانت عندك كام يعني 7 أو 9؟ عندك 7 منتخب مصر 9. ومعهم 2 3 10 لعيبه 9 لعيبه تقريبا او 10 لعيبه او 10 لعيبه. فدي حاجه النادي الاهلي بيواجه بما حضر دايما، اتعلمنا كده وبيأسس نفسه. مستر موسيماني فاهم الكلام ده كويس، عشان كده احنا دايما نقول ايه، الاهلي هل من مزيد؟ هل من مزيد في صفقات؟ هل من مزيد في بطولات؟ هل من مزيد في كل حاجه لاسعاد جماهيره في كل شيء؟ فالمبدا موجود واللعيبه اللي موجوده اعتقد انها كلها شبه بعض، انما برضو في كم كبير قوي انك انت لما تبقى اللعيبه لما تبقى بهذا الكم الكبير او فرقه بحالها ايوه مش موجوده. جربناها من سنتين كانت حكايه الاصابات دي مأثره علينا جدا، ده غير موضوع التحكيم والحاجات دي وفشيه وعدينا صحيح بالتماسك وعدينا بالاراده وكل حاجه. يعني بتبقى في حالات لازم الناس تعذر الكيان نفسه وتعذر المدير الفني باللعيبه بالدنيا دي كلها، ان هم رايحين يقابلوا واقع مطلوب منهم حاجه واحده بس الفوز، وبعدين مش قليل رتور يعني مش رايح جاي ده هو ماتش واحد ايوه تاخد بطوله واحده، وعندك مصريين قاعدين في قطر بيبقوا وراك ما لا يعرفوا غير الفوز، وانت عودتهم على كده حتى في بطوله الانديه الكاس العالم اللي فاتت وانت راجع لهم تاني باذن الله. فلازم تبقى دايما الاهلي محاط بمتطلبات ودوافع. وسوبر افريقيا الاخير برضو مع نهضه بركان يعني انت مطالب بحاجات كتير جدا، دايما تحافظ على اسمك وتحافظ على مكانتك في القاره كلها. ف جود لك يعني هنعمل ايه؟ يعني هنقول اللعيبه لا بس انا عايز اخد برضو رايك في حاجه، اللعيبه اللي موجوده هنا اللي ما شاركتش مع منتخب مصر، يعني انا كنت بقول النهارده الفرقه اللي شفتها في التمرين، الاسماء اللي شفتها في التمرين النهارده وليد سليمان طاهر حسين شحات كهربا بيرسيتاو ميكسوني عبد القادر عمار ياسر يعني ربيعه كلهم فرق يعني انا لو لعبت بالاسماء طاهر ما فيش بعد انما في مرحله
انت تقدر تشتغل بطاهر و انا جايلك في ده وتاني تايم بقى دي بالنسبه للاسماء دي فرصه يعني طبعا. انا بشوف انها فرصه ازاي ممكن استغلالها يعني اللعيبه دي بتفكر ازاي في الفرصه دي والباب مفتوح على طول يا محمد الباب مفتوح لكل اللعيبه اللي بيعطل وليد وبيعطل طاهر وبيعطل كل حاجه الحاله البدنيه الشكل الاصابات اللي بتحصل يعني هو على طول ان يعني في دماغ الراجل موسيماني من هو اللي هيكسبه اذا كان بيرتساو ولا ماكسيموني هيعمل الشكل الهجومي نقل الحركه او بيعمل حاجات كتير قوي ولسه الراجل ده هيجي منه كوره على فكره مين فيهم ماكسيموني يعني ده ماكسيموني ماكسيموني ده هيجي منه كوره انا عارف يعني أيوه. هو الاندماج والدخول قدم اوراق اعتماده بانه بيجري كتير في الملعب انه بيحاول يتجانس في لسه ما عرفناش هويه بيلعب ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال ولا في النص مكمل يعني ما نعرفش ده شكله ايه انما لاعب ليه تواجد في الملعب ليه تواجد في الملعب وتصرفات سليمه يعني احنا بس انه بقى ايه عشان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه دي كلها متعودين على السوبر اكت يعني السوبر بلاير اللي هو بيخترقني حتى وانا بشاهد بيخترقني يعني بيرتساو يعني واحد واثنين وجول الناس بتحب كده فانت عندك طاهر محمد طاهر الفرصه اللي انت بتتكلم عنها دي فرصه كبيره جدا ان انا معنوياتي ونفسيتي ان انا هلعب بطوله انا صاحب القرار فيها عبد القادر نفس الحكايه عبد القادر عمار نفس الحكايه عبد القادر بالجماهير اللي هتبقى في قطر والكلام من ده هتخليه في حاله كبيره جدا ان هو شكله لعيب ودانه حلوه مع الناس كمان يعني والناس بتحبه فما بيعدي من واحد واثنين وثلاثه بتديله قوه اكتر فده مكسب كبير جدا بالنسبه لك انت كفرقتك وبعدين ما عنديش غربه وانا بتفرج عليهم ده هم اكنهم دول اللي بيلعبوا الشوط الثاني هم اللي هيلعبوا الشوط الاولاني دلوقتي صحيح هم المسؤوليه بتبقى معاهم وباذن الله هم اداء قدود يعني بمناسبه الكلام عن الاهلي والصفقات والاسماء بكره في اجتماع مهم جدا بكره يعتبر الخطوه الاولى الفعليه موسيماني في مشوار شركه الاهلي كره القدم طبعا برئاسه ياسين منصور مع الفريق الاول لكره القدم يعني قبل كده كان في اجتماعات وتحركات مع القطاعات المختلفه للكره لكن بكره اول اجتماع لشركه الكره مع مستر موسيماني اجتماع هيحضره طبعا رئيس الشركه ياسين منصور وهيحضره حسام غالي عضو مجلس اداره هيحضره كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ولجنه الكوره على ما اعتقد ايه اللي منتظر من شركه الاهلي يعني حضرتك مستني ايه من شركه الاهلي لكره القدم لانه الاسماء اللي انا قلتها وتحديدا كمان اسم ياسين منصور رافع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي سقف الاحلام والطموحات لدرجات ومستويات عاليه جدا ايه اللي مستنيه من شركه الكوره يا كابتن شريف من الجميل ان التخصص لما بيكون عندك انك تبقى محب كمان ما بتعشق الكيان نفسه طبعا في تطوير ومبادئ للكيان نفسه الناس كلها بتبحث عن هذه الكلمات اللي هي بتنفذها ف استاذ ياسين منصور وغير الاستاذ ياسين منصور وكل الناس القائمين على المؤسسه وكلها بحالها وعندهم المبدا المخطط لينا من زمان يعني على الدستور بتاعنا اللي احنا بنمشي بيه بما ان الكابتن محمود كمان متمسك بكل شيء من الموروثات بتاعت النادي الاهلي يعني احنا ما بنقدمش جديد غير التخصصات التخصص هنا في الحته دي لانك تقعد مع المدير الفني وتقعد مع الجهاز الفني كله تشوف طلباته ايه واحنا عندنا ناس عندها تخصصات وامكانيات وكانت تقدر تحقق رفعه هذا الشكل وهذه المؤسسه الكبيره فده شيء جميل جدا وخاصه ده قلت لي اسم حسام غالي لعيب ذو خبره واحترافيه وعنده من القدرات ان هو يقدر ياخد كتير قوي من كابتن محمود في الفتره اللي فاتت دي ويديله الدنيا ممكن تمشي ازاي ويمشي على نفس الخطى هو كابتن محمود شخصيا اتكلم حتى في فتره الانتخابات انه دور حسام غالي في الفتره اللي جايه هيبقى مكمل بشكل كبير جدا لدور كابتن خطيب محتاج اي حد يبقى من الكوره نفسها خدت بالك وبهذه الشخصيه الجميله ان هو يقدر يوصل كل حاجه بين المجلس وبين الكوره انا اعتقد ان انا حسام غالي هشوفه في الكوره على طول يعني اعتقد دوره الكبير قوي ان هو تبقى حلقه الوصل الكبيره ان هي بتسهل الدنيا على الشكل الفني بالنسبه لمستر موسيماني وسيد عبد الحفيظ واللاعبين كمان يعني واستخدام الرؤيه كمان العين مع لجنه الكوره طيب انت كلمتني على العناصر والقدرات الخاصه لكل واحد بيهم لكن انت شخصيا مستني ايه يكون تاثير شركه الكوره دي على الفريق الكوره في الفتره اللي جايه ومش انا بس ده جماهير النادي الاهلي كمان اللي مستنيه مستنيه كل لعيبه جيده بتشوفها في حياتها ان شاء الله حتى بره مصر في اي حته يعني ان هو يكون موجود بيلبس التيشيرت الاحمر ان هو
بيأمن للنادي البطولات. وانت كل ما بتبقى عندك لعيبه مستوى اول كويس، هو ده اللي يقدر ينافس ويقدر يبقى موجود ويقدر ينغمس في تيشيرت النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. فهو ده اللي دلوقتي الناس بتبحث عليه، زيه زي الانجازات، زي الانديه اللي بتتفتح، زي الملعب اللي احنا ان شاء الله كلنا هنبارك ونشوف الاستاد الاهلي ان شاء الله. دي انجازات على خطى ثابته بالنسبه لينا احنا كمؤسسه كلنا. فالناس كلها بتطلع علينا اشمعنى النادي الاهلي كده. النادي الاهلي دستور من 1907 يعني شغالين على هذا المنهج. الكيان بنحط ايدينا بنتضافر مع بعض طبعا للمصلحه يعني. وايه اللي مستنيه من مستر موسيماني؟ يعني بيتهيألي ان الراجل الحقيقه في بدايه الموسم ده قدم الاهلي بشكل مختلف. الصفقات الجديده والاوراق الجديده ساعدته بشكل كبير جدا على انه نشوف كره حلوه كانت غايبه لحد ما عندنا في الموسم اللي فات. ايه اللي مطلوب من مستر موسيماني في اللي جاي؟ يا بخت مين يشتغل في النادي الاهلي. طبعا اكيد مفيش شك. نعمه ان جدا تبقى في الاهلي. يعني دايما بقولها انا ان انت اهلاوي او بتشتغل في النادي الاهلي مع كل المجهود الكبير قوي اللي بيحصل عشان. بس انت اكيد مستني من راجل حاجه برضه، يعني سواء في انه يدي فرص للعيبه، سواء في انه يطور في اداء الاهلي او يعالج مشكلات، ايه اللي انت مستنيه؟ بص يا احمد، او اللي عايزه علاقه المدرب باللاعب فيها عين بتشوف اللاعب ده انا اقدر استغله ازاي. وككوتش بقى ازاي يدير هذا اللاعب انه يوصله لاحسن حاله هو فيها. فعلاقه موسيماني باللعيبه كلها هو هنا الفيصل. هو هنا اللي بيقول فلان وفلان وفلان النهارده، وبعد نص ساعه فلان هيبقى ليه دور. فدي هو مستفيد منها تماما ان هو موجود في النادي الاهلي، ومستفيد بالقوه اللي هو يلعب ما يخافش، وموسيماني ما بيخافش. صحيح. يعني يوم بعد يوم هنتابع مع حضراتكم بالتاكيد استعداد الاهلي لماتش السوبر الافريقي. هنتابع طبعا مشوار منتخب مصر. كل التوفيق لمنتخبنا بكره ان شاء الله طبعا قدام الجزائر. نتمنى ان يكون عرض حلو كده. مش عايزين نرجع لورا، عايزين نكمل على اللي بنا في ماتش السودان ان شاء الله. هنبارك لبعض بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. نورتنا وشرفتنا. بشكرك ونسعد دايما بوجودك معنا في السودان. انا اللي سعيد ان انا معاك يا محمد، ونتمنى ان احنا نكررها كتير. ده يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك كابتن شريف، وبشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل على كل خير ان شاء الله على شاشه الاهلي بكره في نفس الميعاد 6:00. تحياتي لحضراتكم.